والكساب راه شاري الحليب 34 واكل 34 الشعير داير 120 درهم دايره 100 سي كريم داير 11000 في الفيرمات عندهم الفلوس عندهم سكر عندهم على الفابور عندهم على الفابور انت كتقول لي كاين شي خلي الفابور وخلي اللي عنده 10 الروس وكاين اللي عنده 500 ديال الحولي طالع عليه فابور بالماكله وعنده كل شيء عنده والفيرمات عنده عاود نوريهم لك والحولي كاين وراه عراق منين جاب ديالو ومن كسيمته وحاصلو دار الدريه وكيطحنها وعنده الدرا طحنها في ناي انت فين كدور تشوف ويا هنا الفوق طلع الفوق والناس رابطه 10000 ديال الحولي طالعه فابور وكتقول البرال الدراوش ما كندوش على الكساب اللي صغير اللي عنده 4 5 الله يحسن العون هذاك راه ما عندوش هذاك كان شاري العلف غالي والناس واحد اخرين عندهم وهم اللي يدقوا لنا البرق وصحى الفيرمات هم اللي يدقوا لنا البرق وهم اللي غلاو السوق هم اللي كيبيعوا الحولي ديالهم اخويا راه هم اللي كيبيعوا الحولي ديالهم هذوك الناس راه ماشي هذا الكساب الصغير اللي عنده نقولوا 10 الراس ولا 20 راس الله يحسن العون طالع لي غالي هذاك انا الناس كنعرفهم فيرمات عندهم عندهم الحولي 10000 ديال الحولي العلف عندهم ديال عامين ديال 5 سنين والكوارة راقدة ديال العلف والتبن مغطي ديال 5 سنين باقي راقد وهم اللي هم اللي كيطلعوا السوق كيطلعوا الغلاء على الدرويش والله العظيم هذا الشيء راه ما كاينش واش دابا الحولي كيقول لك 84 وما فيش 50 كيلو واش غادي تقام عليك ب 6000 ديال الكيلو ديال اللحم 6000 ريال وقال لي عيد ما يمشي يشري اكوالا ديال اللحم ياكل وما ينوض هاد هذاك العام هذا ب 30000 ريال ودابا شحال باع لك هذا؟ ودابا باعوا لي 48 50000 ريال صور هذا الحولي ما بين العام الاول وهاد العام هذا سبحان الله العظيم راه بزاف هاد الشيء هو هاد الشيء جابوا الغلا وهاد القحط وبنادم جاهل ما بقاش الانسانيه ديال العيد ديال السنه ديال الديغه ولا جاهل هذا السلام عليكم هدية ملي كيولي حولي بحال هذا ديال 2500 درهم راه ما تنساش من باك راه كاين واحد العامين اخر عاوتاني راه ديال الشناق الشناق تاهو هو اللي مطلع السوق راه على الاقل خاص الدوله دير واحد الالتفاته على هاد الشناقات السماسريه ديال السوق هما اللي تيطلعوا السوق تيحبس على هذا كيقدر يبيعوه ب 46 40 ولكن راه الشناق اللي مسطول هاد الثمن هذا لان الشناق تاهو زاد القنب على عباد الله قتلهم راه كاين اللي دابا كاين اللي ماشي في 1500 درهم وراه كاين اللي كاري ب 1500 درهم فهمتي الزيت غالي كاين اللي كاري كاين اللي جايبه جبل المدرسه واش فهمتيني اخولهم المواد الغذائيه كلشي وفي الاخر كيقول لك كاين حولي ديال 1300 درهم هادشي راه ما كاينش اخويا راه الكذوب قول لنا السوق صراحه السوق مزيانه لا الا الغلبله مزيانه ها انت كتشوف ها تاهو شحال هذا بوحدو؟ عاطيني 64000 64000 انايا شاريهم على الفوق شاريهم على الفوق ب 57000 والله العظيم لا داوي معاك يعني انتوما واكلين العصا هاد العام بجوج ماشي واكلين العصا فوق واكلين العصا لهين عرفتي هاد التبن هذا عرفتي شحال كيدير الفص 100 درهم هذا انا واخا من ديك خروفه هاد الخروفه ها هي كنطلبوا فيها 24000 ريال ها هي قاوده معاك ها هي 24000 ما كاينش باش يعيدات شوف كل شيء ياخذ هات 16000 ريال هز ها ما كاينين هات حولي فرطاس هات كتشوف فيها هو هات حولي فرطاس ها سوق اللويزيه الحد معروف سوق اللويزيه هنا كاين بو علاش علاش هاد العام الغنم شويه طالعه في الثمن العلف غالي شي شويه وما طالعاش ماشي شي طلوع طالع شويه وكان السلام كيف خويا بخير لاباس خويا الله يحفظك شحال هاد الخير 40 اخويا كذا السوق عندكم مزيان اثمنه مزيان سمعنا هاد العام كسب كسب كيقول لهم انه الثمن غالي كسب تا ورا الله يحسن العون الله يحسن العون ما غالي ما رخيص ما المناسبه خويا الحولي كل شيء عين الحمد لله زايد شويه 1000 وهذا شحال دايره تخير تبارك الله هذا كنطلبوا فيه 82 هذا راه عام رخيص كاين ضرور بزاف اخويا كاين ضرر كاين ضرر كلشي مضرور لا المواطن ولا الكساب كاع مضرورين دابا علاش مثلا الغنم عاد طلعت هاد العام العلف غالي سمعتي العلف غالي هاد العام اسمع انا كيقول لك الكساب ما عليهم والو ما عليهم واش واش كلشي قدامك راه كلشي بنادم عارف كلشي مضرور لا المواطن ولا الكساب سمعتي كلشي مضرور اخويا مليح مليح دقل دابا مليح تيقل العيد مزيان
اثمنه مناسبه شويه شويه شويه. شوف راه كنت كتستعب علاش كيقول لك الكستابه كيزيدوا مره ماشي الكستابه اللي كيزيدوا كيقول العلف اللي غالي ولا شنو العلف غالي السانكت هو غالي مازت غالي الكلا غالي كلشي غالي. دابا الناس كتقول لهم اثمنه ديال الحوالي كيفاش كيفاش كيدير تعاملوا كيوك بزاف علينا والحوالي راه الثمن مناسب فهمتك شكون السبب ديال هادشي كامل المعيش غاليه غالي من ام العلف قولوا زغنا شويه قليله ماشي ما كثيره بزاف. خويا ما نعرفوش شحال دايرين. هذاك عطونا فيه دابا 43. هذاك 43؟ ايه. كله بحال بحال نفس الثمن؟ اه كله وثمن. هذاك الغليظ؟ هذا 52. 52. اه الاثمنه مزيانه من العياده ما دارت حنا ما دارها. واش هو خلوه بلا حق 44 45 غالي ما غاديش عليه. اه الناس راه محنق الله يهدي العون. فلوس ما كايناش. والله يصور الجميع. الله كل شيء غيعيد. ان شاء الله كنتمناهم الله كل شيء يعيد. واش كيبان لك العميم غيطلعوا الاثمنه ولا غيبقاو هما هما؟ واثمنه فضله. يعني ما معروفش. سلا شويه قليله. سلا شويه قليله. كاين ثمن، شنو كاين ثمن؟ في الاسواق كاين ثمن. خويا اش غنقول لك؟ واقفه. الله يحسن الجميع. الغلا بزاف. الدرويش مشى بحالاته. كيقول لك الوزير قال لهم انه كاين حوالي 16000 ريال كاين ولا ما كاينش؟ كاين شي شويه. اللي عنده شي حاجه كيضرب. العيد العيد زايد شويه الثمن كاين شويه الثمن كاينه 1200 اللي كاينه مزيوده في البهيمه في هذا العام هذا يعني حاولت 40 درهم شحال داير داير 64 66 68 حتى 70 يعني هما بالنسبه للكساب كيقول لك راه يعني ما عندناش دعم ما عندناش علف ما عندناش فهمت يعني كيقول الله يحسن العون والمواطن والمواطن تا هو راه مضرور راه ملحوق